شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ثم أماته فأقبره. كان حديثنا يدور حول ماذا يجري في القبر، وتناولنا فيما مضى مبحثين: المبحث الأول ما هو معنى القبر، المبحث الثاني تسجيل الأعمال في القبر، أما المبحث الثالث فهو يدور حول السؤال في القبر، هذه المرحلة كما يبدو من بعض الروايات تعقب مرحلة تسجيل الأعمال، يعني المرحلة الأولى في القبر هي أن كل واحد منا يسجل جميع أعماله التي عملها في حياته، وبعد هذه المرحلة تأتي مرحلة السؤال، في هذا الموضوع هنالك عدة مباحث. المبحث الأول: متى يبدأ السؤال في القبر؟ المبحث الثاني: من الذي يسأل الميت في القبر؟
المبحث الثالث، ما هي المفردات التي يسأل عنها في القبر؟ فهذه ثلاثة مباحث نحاول أن نعرض لها بإذن الله تعالى في هذا الحديث. المبحث الأول، متى يبدأ السؤال في القبر؟ الشيء الذي يبدو من بعض الأحاديث الشريفة أن مرحلة السؤال تبدأ بعد رجوع المشيعين. المشيعون لا يبقون إلى النهاية عند قبر الميت، ولعلكم رأيتم في بعض الأحيان عندما يكون الحر شديدا أو يكون البرد شديدا، المشيعون يحاولون أن يرجعوا في أسرع وقت. وحتى أقرباء الميت هل يبقون عند القبر إلى النهاية؟ وإذا فرضنا أنهم بقوا عند قبر الميت إلى النهاية، فما الذي يجدي هذا الميت؟ وما الذي ينفعه؟ بعد أن يرجع المشيعون تبدأ مرحلة السؤال في القبر. في نهج البلاغة، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع. يمكن كثيرون يشتركون في التشييع، ولكن بعضهم هم المتفجعون، أولاد الميت، أقرباء الميت، الذين تربطهم بالميت علاقات حميمة، هؤلاء هم المتفجعون، وهؤلاء عادة يبقون أكثر، ولعله لذا قدم المشيع على المتفجع حتى إذا انصرف المشيع ورجع المتفجع أقعد في حفرته. ما معنى هذا الإقعاد؟ إن شاء الله يأتي في مباحث قادمة. أقعد في حفرته نجيا، حالة نجوى، مثل حالة النجوى، كأن هذه كناية أو عبارة أخرى عن المساءلة الخفية، لأنه هذه المساءلة لا يمكن عادة لأحد من الأحياء أن يطلع عليها، نجيا مثل حالة النجوى. أقعد في حفرته نجيا، لماذا؟ لبهتة السؤال. البهتة هي الحيرة، الميت يتحير ماذا يجيب. الوالد رحمه الله في نهج البلاغة في شرحه
على نهج البلاغة يقول إن هذه الحيرة نابعة من أنه يصدق أو يكذب. إذا يصدق يعذب، وإذا يكذب يفتضح. لبهتة السؤال وعثرة الامتحان. هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني: من الذي يسأل الميت؟ الجواب معروف، أنهما ملكان يطلق عليهما منكر ونكير. هؤلاء هما اللذان يسألان الميت. الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه له كتاب بعنوان تصحيح الاعتقادات، يذكر قولا عن بعض الأخبار أن هنالك ملكين آخرين، منكر ونكير ومبشر وبشير. العبارة إذا رجعت إليها في كتاب تصحيح الاعتقادات مذكورة في صفحة 99 من الكتاب، ولكن العلامة المجلسي رحمة الله عليه ينقل كلامه في البحار في المجلد 6 صفحة 280. الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه يقول: وقيل في بعض الأخبار إن اسمي الملكين الذين ينزلان على المؤمن مبشر وبشير، فالكافر له منكر ونكير، والمؤمن له مبشر وبشير. ولعله هذا المعنى أيضا يظهر من دعاء في الصحيفة السجادية لسيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. في دعائه الإمام السجاد يقول: وملك الموت وأعوانه ومنكر ونكير ومبشر وبشير ورومان فتان القبور، الذي تحدثنا حوله حول مرحلة تسجيل الأعمال، والطائفين بالبيت المعمور. ولكن الشيء الذي يمكن أن نستظهره من مجموعة الأخبار أن هذا التعدد لا يعتبر تعدداً في الذات، وإنما هو في واقعه تعدد في الصفة. يعني هنالك ملكان فقط، بنكر ونكير، ولكن هيئتهما تختلف، صفتهما تختلف. عندما يدخلان على المؤمن يدخلان بهيئة طيبة ويبشرانه، أو تكون هيئتهما هيئة مبشرة، ولذلك يطلق عليهما مبشر وبشير. أما عندما يدخلون على الكافر أو الذي لم يتم إيمانه فيدخلان عليه بهيئة منكرة وهيئة مرعبة، ولذلك يقال لهما منكر ونكير.
إذا أحببت الأحاديث التي يظهر منها أن التعدد هو تعدد صفوي لا تعدد ذاتي، الأحاديث في بحار الأنوار كثيرة، ومن جملة هذه الأحاديث في صفحة 233 من بحار الأنوار من المجلد المذكور، حديث 46. عن علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن العبد إذا أدخل في حفرته أتاه ملكان اسمهما منكر ونكير، فأول من يسألانه عن كذا وكذا وكذا، فإن أجاب نجا وإن عجز عذباه. وهنالك روايات أخرى لا أطيل المقام بذكرها، في البحار في صفحة 222 حديث 20 و22، صفحة 223 حديث 24، صفحة 224 حديث 25. مجموعة هذه الأحاديث، ولعله هنالك أحاديث أخرى، تدل أو يستظهر منها أن هذا التعدد تعدد في الهيئة وتعدد في الصفة، لا أن هنالك أربعة من الملائكة. ويظهر من الرواية أن هنالك نوع من الرابطة بين رومان وبين منكر ونكير، بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. لاحظوا هذا الحديث: إن رومان الملك الأول إن علم أن الميت من أهل السعادة والخير أخبر منكرا ونكيرا ليرفق به، وإن علم أنه من أهل الشقاء والمعصية والعياذ بالله أخبرهما حتى يشدد عليه السخط والعذاب. البحث الثالث: عن ماذا يسأل الميت في قبره؟ الشيء الذي يظهر من الأحاديث الشريفة أن هنالك مرحلتين مترتبتين في السؤال، والمرحلة الأولى هي أهم من المرحلة الثانية، ولذلك تقدم في السؤال. المرحلة الأولى هي السؤال عن العقيدة. العقيدة جدا مهم، العقيدة هي البنية التي تبنى عليها جميع البنى الفوقية. ما هي عقيدته؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في المرحلة المكية عادة كان عمله تركيز العقيدة، وشيئا فشيئا جاءت التفريعات والتشريعات. المرحلة الأولى في السؤال هي العقيدة، والمرحلة الثانية في السؤال هي العمل، ماذا عمل في حياته. هذه الرواية مروية عن الإمام زين العابدين
صلوات الله وسلامه عليه نقتطع جملة منها. الإمام يقول في هذه الرواية: واقتحم عليك فيه ملكاك. اقتحام، الاقتحام كأنه معناه الدخول بلا استئذان. مرة واحد يجي إلى بيتكم يطرق الباب ويدخل، ومرة يقتحم، حالة منكر ونكير، حالة اقتحام في القبر. واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك. ألا وإن أول ما يسألانك، هذا يسأل من كل واحد واحد منا، أولا عن ربك الذي كنت تعبده. الإله الذي كنت تعبده من هو؟ الله أو إله آخر؟ ثانيا وعن نبيك الذي أرسل إليك، من هو نبيك الذي تؤمن به؟ هو خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، أو هو نبي آخر؟ ثالثا وعن دينك الذي كنت تدين به، الإسلام، المسيحية، اليهودية؟ رابعا وعن كتابك الذي كنت تتلوه، القرآن أو كتاب آخر؟ خامسا وعن إمامك الذي كنت تتولاه، من هو الإمام؟ إمامك علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أو إمام آخر؟ هذه النقطة الأخيرة قبل أن نتلو بقية الحديث يجدر أن نتوقف عندها قليلا، لأن الشيء الذي يبدو أن كثير من المسلمين ممن يتشهد الشهادتين، الآن لا نريد أن نقول إنهم بالملايين، ولا نريد أن نقول إنهم مئات الملايين، ولا نريد أن نقول إنهم عشرات الملايين، كثير من المسلمين. هذه القضية قضية الإمامة، لا يولونها الاهتمام الكافي. مع أن هذه القضية قضية محورية في القبر وفي مواقف القيامة، نحن نتوقف قليلا عند هذه القضية المهمة، قضية إمامك الذي كنت تتولاه، من كان هذا الإمام؟ نتحدث في نقطتين على نحو الاختصار الشديد، وإلا هذا البحث يحتاج إلى مجلدات من البحث. البحث الأول، يكفي في أهمية قضية الإمامة أنها تمثل الحد الفاصل بين أن يموت الفرد ميتة إيمانية أو يموت ميتة جاهلي.
قضية الإمامة وقضية معرفة الإمام تمثل هذا الحد الفاصل. إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام كانت هذه وصيته، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نبي الله يوسف، لاحظوا سورة يوسف آخر مقطع في قضية يوسف النبي على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، آخر مقطع عندما يبين دعاء نبي الله يوسف، يقول: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما. واحد يموت ميتة إسلامية أو يموت ميتة جاهلية، ما هو الحد الفاصل فيما بينهما؟ الحد الفاصل هي قضية الإمامة، فهذه القضية ينبغي أن نهتم بها، أن نعتني بها، المسلمون يجب أن يهتموا بهذه القضية. الذي يدل على أن قضية الإمامة هي الحد الفاصل، إذا أحببت راجعوا كتاب شناخت إمام، في هذا الكتاب يذكر أن هذا الحديث: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وفي بعض الأحاديث مات يهوديا أو نصرانيا حتى إذا يعتقد بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكنه لا يعتقد بالإمام، هذا يموت يهوديا يموت جاهليا. في هذا الكتاب يذكر سبعين مصدر من مصادر علماء السنة لا من مصادر الشيعة بألفاظ مختلفة تبين هذه الحقيقة: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلي. التواتر قد يحدث بثلاثة أخبار، ربما يحدث بأربعة أخبار، فكيف بهذا الكم الهائل من المصادر التي تحتوي هذا الحديث؟ هذا من كتب العامة المذاهب الأخرى غير الشيعة. وفي كتب الشيعة العلامة المجلسي رحمة الله عليه في بحار الأنوار جزء 23 صفحة 76 فما بعدها ينقل هذا الحديث 40 طريق بمضامين متعددة وألفاظ مختلفة. إذن هذه الحقيقة حقيقة ثابتة حتى إذا واحد يعتقد بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حتى إذا يصلي ويصوم ويحج بيت الله الحرام،
ولكنه إذا لم يعرف الإمام الواقعي هذا يموت ميتة جاهلية. أذكر ثلاثة أحاديث ينقلها ذلك الكتاب ويذكر مصادرها. الرواية الأولى في مسند أبي داود: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. الرواية الثانية في كتاب الجمع بين صحيح البخاري وصحيح مسلم، الجمع بين الصحيحين للحميدي: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. في كنز العمال: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: من هو الإمام؟ إذا أردنا أن نعرف من هو الإمام، الإمام يعني العالم الذي ترجع إليه، هذا هو الإمام الذي يمثل الحد الفاصل. هل الإمام هو أمير الجماعة التي تنتمي إليها؟ الآن متعارف كل مجموعة ينتخبون أمير ويعتبرون ويبايعون ذلك الأمير ويدينون له بالطاعة، هذا هو الإمام. من هو الإمام؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما ترك هذه القضية بلا تحديد، تحديدات كثيرة، ولكن أكتفي بحديث واحد. هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم وروته كتب العامة في مصادر كثيرة بألفاظ مختلفة. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يحدد الأئمة، صحيح البخاري هذا أهم كتاب عند بقية الفرق الإسلامية، حديث رقم 7222 عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله: يكون 12 أميرا، 12، فقال كلمة لم أسمعها، الراوي يقول جابر، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش، هؤلاء الأئمة الاثنى عشر. صحيح مسلم عن جابر: دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وآله، كلمة آله مني حتى لا تكون الصلاة بتراء، فسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة، ثم تكلم بكلام خفي علي، فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. صحيح مسلم وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليتهم 12 رجلا، إلى آخر الحديث. صحيح مسلم: لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. مسند أبي داود: لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. أحمد بن حنبل: يكون لهذه الأمة 12 خليفة. عبارات أخرى في مصادر متعددة: لا يزال أمر أمتي صالحا حتى يمضي 12 خليفة، لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا. عبارة ثانية: يكون لهذه الأمة 12 قيما لا يضرهم من خذلهم. ليش لا يضرهم؟ لأن القضية لعله مو قضية مرتبطة بالمجتمع، قضية إلهية،
إذا القضية مرتبطة بالمجتمع، انتخاب حاكم تنتخبه يضره من خذله، ولكن إذا القضية قضية إلهية لا يضره من خذله. في أحاديث كثيرة 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. من هم هؤلاء الإثنى عشر؟ الآن جميع الطوائف الإسلامية مدعوة للإجابة على هذا السؤال. هؤلاء الإثنى عشر الاعتقاد بهم يشكل الحد الفاصل بين الإسلام والجاهلية. من هم؟ روحوا اسألوا علماءكم من هم هؤلاء الإثنى عشر؟ عندهم إجابة؟ روحوا إلى 10 من العلماء، علماء المذاهب، قولوا لهم من هؤلاء الاثنى عشر، اكتبوا أجوبتهم، شوفوا يتحدون على جواب واحد. أكو هنالك قضية تنقل أن أحد الملوك الحكام أو شبه الحكام كان له مقام اجتماعي، يوم من الأيام بلغه هذا الحديث، حديث الأئمة الاثني عشر. من هم ذول؟ إشلون ملايين المسلمين لا يعرفون من هم الأئمة الاثني عشر؟ عشرات الملايين من المسلمين لعله لا يعرفون من هم الأئمة الاثني عشر. لا ينطبق عليهم ما قاله النبي صلى الله عليه وآله. أنا لا أقول، النبي يقول مات ميتة جاهلية، هذا ما يشكل جرس إنذار. فكر من هؤلاء. قال أفضل شيء نجمع علماء المذاهب لكن منفردين واحد واحد. طلب الأول، قال له هذا الحديث الذي يقول الأئمة بعدي اثنى عشر، النبي صلى الله عليه وآله قال ذلك، من هم هؤلاء؟ قال نعم، في جميع الأجوبة الخلفاء الأربعة على المصطلح بسرعة كانوا يذكرونهم، الأربعة الأوائل، فذكر أبو بكر، عمر، عثمان، علي بن أبي طالب، معاوية، ثم توقف. قال له ثم من؟ السادس، قال عبد الملك ابن مروان. طفرة هنا أكو، ذول اللي كانوا في الفترة بين معاوية وعبد الملك، منو كان إمام زمانهم؟ طفرة هنا. قال ثم من؟ طفرة، قال عمر ابن عبد العزيز. قال ثم من؟ قال أبو العباس السفاح، المنصور، هارون، الأمين، المأمون، المأمون اللي قتل الأمين ووضع رأسه على باب قصره وأمر كل واحد يجي أن يبصق في وجهه ويتفل عليه ويلعنه. ذول اللي بهم يكون الدين عزيزا قائما. 12، قل له اكتب ذول 12، كتبهم. ذهب العالم الأول، طلب العالم الثاني، قال له هذا الحديث صحيح؟ قال نعم، هذا حديث متواتر. أنا أقول حتى البخاري راوي هذا الحديث، البخاري اللي له تلك النظرة المعروفة في الحديث. راجعوا كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة حتى تشوفون
كيف كان البخاري يغربل الأحاديث غربل، وليش كان يغربل؟ هذا مو مقامه. قال نعم هذا حديث متواتر. قال من هم؟ فأسرع، قال أبو بكر، عمر، عثمان، علي. توقف. قال ثم من؟ قال ثم عمر ابن عبد العزيز. فالطفرة تاريخية كبيرة. قال ثم، قال المنصور، قال ثم، قال هارون، الأمين، المعتصم، المعتمد، المستعين، المتوكل. طلب العالم الثالث. قال من هم؟ ذكر الأربعة الأوائل وترك ذكر بني أمية مطلقا، هؤلاء الذين سودوا صفحات التاريخ. هذا مو تهجم، هذا واقعية تاريخية، هذه واقعية تاريخية. وثمانية من بني العباس، الأربعة الأوائل وثمانية من بني العباس. الإجابات أي توافق ماكو بينها. ثم طلب العلماء، قال هاي شنو إجاباتكم؟ شنو هذا التناقض؟ علماء ما يعرفون من هم الأئمة الاثنى عشر، شنو هذا التناقض؟ وقال إني وجدت مذهبا واحدا يمكن أن ينطبق عليه هذا الحديث. أخذوا حساب الاحتمالات الموجود في علم الرياضيات وطبقوا هذا الحديث على أي احتمال، لا تجدون إلا احتمالا واحدا يمكن أن ينطبق عليه هذا الحديث، وهم الأئمة الاثنى عشر. أولهم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وآخرهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجا. الآن هذا بحث عرضي الفخر الرازي في تفسيره الكبير حول بسم الله الرحمن الرحيم في المجلد الأول. يقول قال فلان كذا، لأن خلافات أكو بين المذاهب في البسملة، فلان قال كذا، فلان قال كذا، فلان قال كذا، وأما علي بن أبي طالب فيقول كذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله، كلمة آله مني، ومن أخذ دينه من علي فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا مو من علماء الشيعة. إحنا أنا جيد أذكر قضية، قضية الأئمة الاثنى عشر مو فقط موجودة في كتب الشيعة وفي كتب السنة، بل هي موجودة حتى في التوراة. احنا ما نقرأ في القرآن الكريم النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أو عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل. التوراة والإنجيل احتويتا على البشارة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، كذلك كما احتوت على ذلك احتوت على البشارة بالأئمة الاثنى عشر. في سفر التكوين إصحاح 17 رقم 2018 هذه العبارة: وإسماعيل أباركه وأكثره جدا جدا، إثنى عشر إماما يلد وأجعله أمة كبيرة.
أكو هنالك قرائن تدل على أن المراد الأئمة الاثنى عشر. الآن تفصيلا ندعه لمجال آخر. أكو هنا كلام لطيف يقوله ابن تيمية، إذا تحبون المصدر راجعوا كتاب البداية والنهاية الجزء السادس صفحة 250. اليهود المسيحيين قارين في كتبهم أنه سوف يأتي نبي في آخر الزمان وله 12 خليفة. بعضهم، كثير منهم، كثير من اليهود الذين لم يكونوا معاندين أسلموا، كثير منهم أسلموا، ولكن ذهنيتهم تبحث عن تلك الضالة. هذا النبي الأخير من هو خلفاؤه الاثنى عشر؟ المذاهب الأخرى ما لهم جواب، من هم الخلفاء الاثنى عشر؟ عبارة ابن تيمية، يقول ابن تيمية في تعليقه على حديث الأئمة الاثني عشر: وهؤلاء المبشر بهم في حديث جابر قد غلط كثير ممن تشرف بالإسلام، كثير من الذين أسلموا غلطوا فظنوا أنهم الذين تدعو إليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم. قد غلط كثير ممن تشرف بالإسلام. ليش هذا غلط؟ ماكو جواب آخر. الاحتمال الوحيد هو هذا الاحتمال. ناهيك عن الروايات التي هي بالمئات في كتب الفريقين التي تبين حتى بعضها أسماء هؤلاء الأئمة الاثني عشر. هذا في القبر. الرواية تقول في المرحلة الأولى وعن إمامك الذي كنت تتولاه، وفي القيامة أيضا في مواقف القيامة الله تعالى يقول يوم ندعو كل أناس بإمامه، فواحد يجب أن يعين إمامه الذي يرضاه الله. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ثم في هذا الحديث نعود إلى حديث الإمام زين العابدين صلوات الله عليه: ثم عن عمرك فيما أفنيته ومالك من أين اكتسبته وفيما أتلفته، فخذ حذرك وانظر لنفسك وأعد للجواب قبل الامتحان والمساءلة والاختبار. لا بأس أن نذكر هذه الرواية أيضا. الرواية في البحار في صفحة 242، أن الإمام الرضا صلوات الله عليه، رواية 61 ورواية 62، نقرأ الرواية الثانية: عن يونس قال: دخلت على الإمام الرضا عليه السلام فقال لي: مات علي بن أبي حمزة. هذا كان من أقطاب الوقف الواقفية.
وأنكر إمامة الإمام الثامن الإمام الرضا صلوات الله عليه طمعا في حطام الدنيا. كثير من هؤلاء الذين لا يعتقدون بإمامة الأئمة الاثني عشر يصرحون يقولون مصالحنا في خطر، إحنا إذا آمنا وضعنا الاجتماعي يختل، راتبنا ينقطع، وظيفتنا تنتهي. الإمام الرضا يقول ليونس: مات علي بن أبي حمزة؟ قلت نعم. قال: قد دخل النار. طبيعي، النبي ما دام يقول مات ميتة جاهلية طبيعي يدخل النار. قال: ففزعت من ذلك. قال يعني الإمام الرضا صلوات الله عليه: أما إنه سئل عن الإمام بعد موسى أبي، الإمام السابع الإمام الكاظم الثامن منه، فقال: لا أعرف إماما بعده. مع وضوح الدلائل أنكر. فقيل: لا ما تعرف، مع هذه الدلائل ما تعرف. فضرب في قبره ضربة اشتعل قبره نارا. العم حفظه الله، نختم بهذه القضية، كان ينقل عن الجد رحمة الله عليه. طبعا هذه القضية تحتاج إلى بيان، إن شاء الله أؤجل بيانها إلى مكان آخر. كان يقول: الفرد في قبره يجب أن يكون له مع الله تعالى كلام صدق. إحنا يمكن والعياذ بالله واحد يكذب على الآخر، ممكن الكذبة تعبر في هذه الدنيا، ولكن على الله تعالى لا تعبر الكذبة. الله تعالى في آية يقول: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الفرد يجب أن يكون له في قبره مع الله سبحانه وتعالى كلام صدق. هاي الأشياء اللي إحنا نعملها هذا يحتاج إلى تفصيل، كثير منها ما يمشي على الله سبحانه وتعالى. الأعمال التي نقوم بها كثير منها ما يمشي على الله تعالى. أعمالنا كثير منها يمكن أن تكون مشوبة والعياذ بالله. أخلص العمل، الله قال لموسى: فإن الناقد بصير بصير. فعلت كذا، الله يقول: ما فعلته لأجلي، ما فعلته لأجلي. المحرك الواقعي شنو هو؟ عندنا اطمئنان واقعا هو الله سبحانه، مو مشوب. إذا فرضنا واحد عنده شجاعة قال: أبدا أعمالي مو مشوبة، كلها خالصة 100% لله سبحانه وتعالى. جيد، عبرنا مرحلة. ولكن واحد مطمئن أنه لم يأتي بما يحبط أعماله، عند اطمئنان. حبطت أعمالهم في القرآن الكريم، بحث الحبط بحث مطول في علم الكلام، إحباط. مطمئن أنه مضافا إلى شرائط الصحة عند شرائط القبول. ثم فرغنا من كل هاي المراحل، هل ما نقدمه يكفي للمرحلة التي تنتظرنا؟ فد مرة نقلنا لكم ذاك اللي جاء للملك جرة من ماء المطر أو إناء، وكان فرحان. الملك هم ما قال له شيء، طال جائزة. بعدين عندما خرج مر على نهر دجلة، ما كان شايف نهر، فذاب خجلا
هذا جايب هدية للملك وهذا الملك على نهر الدجلة، شنو قيمة هذا العمل؟ شنو قيمة هاي الهدية؟ أنا قرأت في بعض الكتب التاريخية بلقيس عندما أرادت أن تعطي هدية إلى سليمان على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، أحمال من الذهب على الآبال أو ما أشبه ذلك، جاءوا فد هدية عظيمة. عندما وصلوا كما في هذا الكتاب التاريخي إلى أرض سليمان وجدوا أن كل أراضيه ذهب بالمعجزة لعله، فأسقط في أيديهم واحد اللي كل أرض ذهب وفرضوا ألوف الكيلومترات، تعالوا تطول طن من الذهب أو 10 أطنان شنو قيمته؟ فأسقط في أيديهم ماذا يفعل؟ أفرضوا العمل ما بخلل، ما بجميع شرائط الصحة، بجميع شرائط القبول، حابط لمية، ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كتب على قبر سلمان: وفدت على الكريم بغير زاد. إذا سلمان يكتب على قبره مثل هذا، إحنا ماذا نقول؟ نعود إلى كلام الجد، هذا كان للتوضيح، كان يقول في القبر واحد يجب أن يكون له كلام صدق مع الله سبحانه، وأنا عندي 3 كلمات صادقة مع الله تعالى. الكلمة الأولى الإيمان بالله، أقول يا الله أنا مؤمن بك، إيمان عمق القلب. الكلمة الثانية الولاية لأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم، هاي الكلمة الثانية، وعن إمامك الذي كنت تتولى، هذا أي شائب ما بي. والكلمة الثالثة البراءة من أعدائهم، هاي 3 كلمات. القرآن يلعن الظالمين، لعنة الله على الظالمين، بحث البراءة يحتاج إلى بحث آخر من أعداء الله وأعداء النبي الأعظم وأعداء أهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم. 3 كلمات الإيمان بالله، الولاية للنبي الأعظم وأهل بيته الطاهرين، البراءة من أعداء الله وأعداء النبي وأعداء أهل البيت الطاهرين. أملي في هالكلمات 3، مو لم يعمل في حياته، عمل في حياته، صلاته، صومه، كذا، طلب للعلم، خدمته لأهل البيت، كلها في مكانه، ولكن الأمل الواقعي في هذه الكلمات 3: الإيمان بالله، الولاية للنبي الأعظم وأئمة أهل البيت، والبراءة من أعدائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائهم في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات، أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي